أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه ونشكره ونتوب إليه ونستغفره، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما قبل، فقد جاء بعض التابعين إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقالوا لها: يا أمة، حدثينا بأعجب شيء رأيتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبكت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وقالت: والله لقد كان أمره كله عجب. ثم قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ليلة حتى نام في فراشي، وفي رواية حتى مس جلدي جلده، فقال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ذريني أتعبد لربي. فقالت رضي الله عنها: والله يا رسول الله، إني لأحب قربك وأحب مناجاتك لربك. تقول: فقام عليه الصلاة والسلام إلى قربة فتوضأ، ثم صلى قيام الليل، صلى صلاة طويلة، ثم بكى صلى الله عليه وسلم حتى ابتلت لحيته، ثم بكى صلى الله عليه وسلم حتى ابتل حجره، ثم بكى صلى الله عليه وسلم حتى ابتلت الأرض بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. فلما جاءه بلال رضي الله عنه ليؤذنه بالصلاة، أي ليعلمه بالصلاة، صلاة الفجر، فوجده على هذا الحال، فقال: يا رسول الله، أتفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام: لقد أنزل علي الليلة آيات، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ويل لمن قرأها ولم يتدبرها. ويل لمن قرأ هذه الآيات، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فلا شك أن التفكر والتدبر، يعني هذه عبادة ينبغي على المسلم أن يحرص عليها بين الحين والآخر، يتفكر ويتدبر في الكون من حوله، وقد أمر الله سبحانه وتعالى بذلك: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. وكثيرا ما تذكر آيات لقوم يتفكرون يتدبرون، فيحرص المسلم على التفكر. ولذلك يعني ورد عن بعض السلف أنه قال: تفكر ساعة خير من قيام ليلة، لأن تفكر ساعة سوف يعني يجعله يقوم ويصلي ويعبد الله سبحانه وتعالى، التفكر سوف يعني يكون له أثر بعد ذلك. فيحرص المسلم على التدبر، يعني نحن أيضا نتدبر في الكون من حولنا، سبحان الله العظيم، يعني الجو أحيانا يكون فيه رياح، أحيانا فيه مطر، أحيانا فيه برد، أحيانا تطلع الشمس، أحيانا تغيب، فكل هذا يعني دليل على وحدانية الله سبحانه وتعالى، وأن الكون بيد الله عز وجل، يقلب الليل والنهار سبحانه وتعالى. هذا الكون لابد له من مدبر، ولابد له من خالق، ولابد له أن الله سبحانه وتعالى يدبر هذا الكون ويرزق ويعطي ويمنع. فالمسلم يتفكر في الكون من حوله فيزداد إيمانه بالله عز وجل، ثم تزداد عبادته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الآيات: إن في خلق السماوات والأرض لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون، فالآية اللي بعد إيه؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، بعدما تدبروا وتفكروا في الآيات
ذكروا الله عز وجل وقاموا وصلوا وتضرعوا إلى الله تبارك وتعالى. فهكذا المسلم يتفكر في الكون من حوله ويعلم قدرة الله سبحانه وتعالى، ويعلم أيضا أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، يغير من حال إلى حال. فالذي يغير هذا الكون، النهاردة تلاقي الشمس طلع، أمس تلاقي فيه مطر، غدا الله أعلم، وبعد كده يقول لك فيه رياح وأعصير وكذا وكذا. فالذي يغير هذا الكون سبحانه وتعالى قادر أيضا على تغيير الناس وقادر على تغيير الحال. فلا يأس المسلم أبدا مهما طال زمان الفتن وغيره، ولكن يعلم أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولكن المسلم يتعبد لله تبارك وتعالى بالعبودية اللائقة بالوقت الذي هو فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يتدبرون ويتفكرون ومن ثم يعملون. عودة إلى درس التفسير، فكنا توقفنا في درس التفسير عند تفسير سورة القيامة. وسورة القيامة تسمى أيضا سورة لا أقسم، وتسمى سورة لا أقسم بيوم القيامة، وهي سورة مكية، وسميت بسورة يوم القيامة للآية الأولى فيها لا أقسم بيوم القيامة. وقد مر علينا كثيرا، طبعا احنا بادئين التفسير من سورة الناس يعني من الخلف، ومر علينا كثيرا من أهوال يوم القيامة ومن أسماء يوم القيامة. وذكرنا مرارا أن الله سبحانه وتعالى يعني في القرآن الكريم مشى على عادة العرب في تعظيم، في كثرة أسماء الشيء المعظم. العرب كانت تكثر من أسماء الشيء المعظم عندهم، فلما كان يوم القيامة يوما عظيما أكثر الله سبحانه وتعالى من أسمائه، كل اسم يدل على بعض أهوال، بعض الأهوال وبعض المشاهد وبعض الأمور العظام التي تحدث في هذا اليوم العظيم. وهو يوم القيامة لأنه تقوم فيه كثير من الأمور العظيمة، وعلى رأسها قيام الناس لرب العالمين، يوم يقوم الناس لرب العالمين، فهو يوم طويل ويقوم فيه الناس ينتظرون فصل القضاء. والسورة طبعا سورة القيامة فيها كلام كثير عن أهوال يوم القيامة، بعض أهوال يوم القيامة وأحوال بعض الناس فيه، وبيان المسألة المهمة وهي مسألة رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وعلى الوجه الآخر الذين يحجبون عن رؤية الله عز وجل، وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. وفيها أيضا كلام عن البعث، إمكانية البعث، وفي قول الله سبحانه وتعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يكن نطفة من مني يمنى. فيستدل الله سبحانه وتعالى ببداية خلق الإنسان على بعثه بعد ذلك، وبعثه بعد ذلك يكون أهون على الله سبحانه وتعالى كما جاء في آيات أخرى. ثم يختم الله تبارك وتعالى هذه السورة بهذه الآية: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ سبحانك فبلى، سبحانه قادر سبحانه وتعالى أن يحيي الموت. فيستدل الله سبحانه وتعالى ببداية خلق الإنسان على إمكانية بعثه بعد ذلك. فيقول الله سبحانه وتعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا أقسم بيوم القيامة. يقول الشيخ الأشقر رحمه الله: لا زائدة، والتقدير أقسم بيوم القيامة، وإقسامه سبحانه بيوم القيامة لتعظيمه وتفخيمه، والله عز وجل يقسم بما شاء من مخلوقاته. احنا طبعا مر علينا اكثر من مره في هذا التركيب اللي هو كلمه ايه، لا اقسم، لا اقسم بهذا البلد، مر علينا يعني هذا التركيب. وقلنا ان لا، بعض المفسرين قالوا انها زائده كما قال الشيخ الاشقر هنا، وبعضهم قالوا ان هذا من عاده العرب في تاكيد القسم، كما يقال ايه، لا والله لأفعلن كذا، كما في سوره النساء: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يبقى ليس المقصود نفي، لكن المقصود ايه، تأكيد القسم. فلا وربك، ويقال ان لا يعني هي لأمر منفي قبل ذلك، حينما انكر المشركون البعث والنشور ويوم القيامة فقال الله: لا اقسم بيوم القيامة. فيقسم الله تبارك وتعالى
بيوم القيامة. وكذلك أيضا الآية التي تليها: ولا أقسم بالنفس اللوامة. والمقصود هي نفس المؤمن تلوم على ما فات وتندم، فتلوم نفسها على الشر لما عملته، وعلى الخير لما لم تستكثر منه. وقال مقاتل: هي نفس الكافر يلوم نفسه ويتحسر في الآخرة على ما فرط منها في جنب الله سبحانه وتعالى، أو يقسم الله تعالى بالأمرين جميعا أنه سيجمع العظام ثم يحيي كل إنسان ليحاسبه ويجزيه. يبقى احنا كده في الآية دي عندنا ايه لو واحد يعني انتبه فيها؟ ثلاثة أقوال: لا أقسم بالنفس اللوامة. طبعا ولا أقسم بالنفس اللوامة هو تأكيد للقسم أيضا، يعني يقسم الله تبارك وتعالى ايه بالنفس اللوامة. فقيل هي نفس مين؟ أولا قيل هي نفس المؤمن، والمؤمن يلوم نفسه على تفريطه وتقصيره في فعل الخيرات. وجاء عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: لا تجد المؤمن إلا معاتبا نفسه، لما فعلت هذه الفعلة، لما أكلت هذه الأكلة، لما قلت هذه الكلمة، لما دائما إيه يحاسب ويلوم نفسه. فالمقصود هي إيه؟ نفس المؤمن. وقيل إن هي مقصود القول الثاني هي نفس الكافر، لأنه يلوم نفسه ويتحسر في الآخرة. والقول الثالث أنها تشمل الجميع، والمقصود بالنفس اللوامة أن ذلك يحدث متى؟ يحدث يوم القيامة. فالكل سوف يلوم نفسه. المؤمن يلوم نفسه لما لم يتزود بطاعة الله تبارك وتعالى حتى يرتقي في الدرجات. يقول: والله أنا ياريتني كنت صليت أكتر من كده، ياريتني كنت صمت أكتر، ياريتني كنت ذكرت الله سبحانه وتعالى أكتر، ياريتني كنت تعلمت أكتر. حينما يرى منازل أهل الجنة وينظر إلى درجاتهم فيلوم نفسه لما لم يفعل الخير. وكذلك الكافر أيضا يلوم نفسه لما كفر ولما لم يؤمن ولما حاد عن منهج الله سبحانه وتعالى. فكلا الفريقين إيه؟ يلوم نفسه. فالمقصود كل النفس، كل الناس سوف يلومون أنفسهم، كما ذكر هنا الشيخ اللي هو إيه مسألة إن القول الثالث، وهو أن الأمر يشمل الكل، الناس يوم القيامة يلومون أنفسهم. وكلمة النفس اللوامة هذه تعتبر صيغة إيه؟ صيغة مبالغة. لوامة يعني كثيرة اللوم، كثيرة اللوم لنفسها. والنفس اللوامة لعلي يعني أقرب الأقوال اللي هو إيه؟ إن النفس هي التي تلوم نفسها هي نفس المؤمن، يعني يلوم نفسه حتى تحض صاحبها على المسارعة في فعل الخيرات. النفس اللوامة. طبعا عندنا في القرآن فيه النفس اللوامة والنفس المطمئنة والنفس الإيه؟ ها؟ والنفس الأمارة بالسوء، كما جاء في سورة يوسف: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وفي مر علينا في سورة الفجر: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. وهنا في سورة القيامة: النفس الإيه؟ لا أقسم بالنفس اللوامة. جزاك الله خير يا شيخ. ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه. طيب هنا قال لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، يفهم من سياق الآيات أن الله سبحانه وتعالى يقسم على أنه قادر على أن يجمع الإنسان بعد موته، وذهابه في التراب. فيكون جواب القسم إيه؟ أن الله أقسم بيوم القيامة أن الله قادر على بعث الإنسان وجمع عظامه بعدما رمت وبعدما بليت. أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه؟ يعني نعم، بعد أن صارت هذه العظام رفاتا فنعيدها خلقا جديدا، وذلك حسبان باطل. يعني هذا الحسبان، يعني كلمة يظن يعني الإنسان ألا نجمع، هل يعتقد الإنسان أو يجمع هذا الإنسان الكافر المكذب ألا نجمع أن الله عز وجل لن يستطيع أن يجمع عظامه؟ والله سبحانه وتعالى بيّن أن إعادة الخلق أهون عليه، وهو أهون عليه سبحانه وتعالى. أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه؟ وطبعا هنا ذكرت العظام لأنها هي التي تكون عليها إيه؟ بناء الجسم. ثم قال الله تبارك وتعالى: بلى قادرين على أن نسوي بنانه.
يعني بل سنجمعها قادرين على أن نسوي بنانه، أي على أن نجمع أصابعه بعضها إلى بعض فنجعلها قطعة واحدة كخف البعير. دي أحد أوجه التفسير في كلمة إيه؟ نسوي بنانه. طبعا على كل واحد كم؟ 5 أصابع، فنسوي بنانه تصير قطعة واحدة زي خف البعير. خف البعير هو ليه أصابع؟ ليس له أصابع. حافر الفرس ليس لها أصابع. فالقول الأول أن نسوي بنانه يعني نجمعها، نجمع بعضها إلى بعض فتصير كخف البعير. ولكن أنعمنا، يقول الشيخ الأشقر، ولكن أنعمنا عليه بهذه الأصابع وهي الصغيرة اللطيفة المشتملة على المفاصل والأظافر والعروق اللطاف والعظام الدقاق. وقيل، ده القول الثاني، هذا تنبيه من الله سبحانه وتعالى على أن بنان كل إنسان تختلف عن بنان غيره من الناس في تخطيط بصمتها، ولو شاء تعالى لجعلها متوافقة. يعني الله سبحانه وتعالى قادر على أن يسوي يعيد خلق بنان الإنسان، والبنان اللي هي أطراف الأصابع، البنان هي أطراف الأصابع. فهذه البنان كل بنان له بصمة، البصمة اللي هي الخطوط التي تكون في الجلد، يعني بينها أحيانا تكون متقاطعة أو دوائر أو غير ذلك. وقد ثبت في العلم الحديث أن كل إنسان له بصمة تختلف عن الآخر تماما. احنا الأرض عليها كم واحد دلوقتي؟ الأرض، الكرة الأرضية عليها كم إنسان؟ كم بني آدم؟ أكتر من 7 مليار. المليار كم؟ أحسن كل إخوة مش عارفين المليار يعني إيه؟ مليار يعني 1000 مليون، يعني أكتر من 7000 مليون إنسان. ده اللي موجودين فين؟ ده موجودين دلوقتي. طيب والذي قبل ذلك؟ والذي بعد ذلك؟ وكل إنسان من هؤلاء له بصمة مختلفة عن الآخر. شوف يعني هذا يعني من عظيم خلق الله سبحانه وتعالى، وأيضا هذا الذي يجعل الإنسان يتفكر في خلق الله عز وجل. تخيل لما يكون كل إنسان 7000 مليون بصمة دلوقتي، وطبعا مليارات البشر قبل ذلك، ويعني الله أعلم بعد ذلك سوف كم سيكون. فسبحان الله العظيم، يقسم الله تبارك وتعالى بهذا الأمر العجيب، بل قادرين على أن نسوي بنانه، يعني سوف يعيد الله تبارك وتعالى بنان هذا الإنسان الذي يختلف من إنسان لآخر. سبحان الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. نعم، احنا قلنا ايه؟ 7 مليار، يعني 7000 مليون. ما هو المليار 1000. شيخ مجدي خد لك دورة في الرياضيات بعد كده، صلى الله رسول الله. فتخيل يعني هذا الرقم العظيم الكبير. سبحان الله العظيم، أن الله سبحانه وتعالى قادر على خلق الإنسان وإعادته مرة أخرى. فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. بل قادرين على أن نسوي بنانه. وهنا أيضا يقول الله تبارك وتعالى بعد ذلك: بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. يعني يقول الشيخ الأشقر، يعني أن يقدم فجوره فيما يستقبله من الزمان، فيقدم الذنب ويؤخر التوبة. يريد أن يفجر ما امتد عمره ولا يذكر الموت. بل يريد الإنسان، هذا أيضا الإنسان الجاحد الكافر، يفجر أمامه، يعني فيما استقبل من عمره. وقيل يفجر أمامه يعني يفجر إلى يوم القيامة. ففجور هذا الإنسان يكون كبيرا وكثيرا. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. قال المفسرون: الضمير في أمامه قد يعود إلى يوم القيامة، يعني بل يريد الإنسان ليكذب بيوم القيامة الثابت الوقوع في الوقت الذي يشاءه الله عز وجل. أو كما قال شيخنا: ويجوز أن يكون على الإنسان فيكون، بل يريد الإنسان أن يستمر في فجوره وتكذيبه بيوم القيامة في الحال وفي المآل، يعني مستقبل أيامه. ونلاحظ هنا إعادة كلمة إيه؟ كلمة الإنسان، يعني تكررت كم مرة هنا؟ أيحسب الإنسان، ثم بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. فتكرر كلمة الإنسان، أعيد لفظ الإنسان
أكثر من مرة، لأن المقام يقتضي توبيخه، توبيخ هذا الإنسان المكذب المعاند، فيقتضي توبيخه وتقريعه وتسجيل الظلم والجحود عليه. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه ومن فجوره يسأل أيان يوم القيامة. أيان يوم القيامة، يسأل متى يوم القيامة، سؤال استبعاد واستهزاء، ليس سؤال الاستفهام. أحيانا السؤال بيكون إيه؟ للاستفهام، وأحيانا بيكون للإنكار. هو ينكر أيان، يعني متى يوم القيامة، هو يستبعد وقوع يوم القيامة، ويستبعد البعث والنشور والحشر وما وتفاصيل هذا اليوم العظيم. يسأل أيان يوم القيامة، وكلمة أيان تأتي للتعبير عن الاستفهام عن الزمان البعيد، يعني هي أكثر من متى، أيان يوم القيامة، يعني كأنه يستبعد، لأنه يستبعد فناسب وجود كلمة إيه؟ أيان هنا، للإشعار بشدة تكذيبهم وإصرارهم على عدم وقوعه في أي وقت من الأوقات، لأن الكفار إيه؟ يجحدون وينكرون يوم القيامة. يسأل أيان يوم القيامة، فيرد الله تبارك وتعالى عليه، على هذا الإنسان المكذب الجاحد المعاند، فيقول: فإذا برق البصر، يعني فزع وبهت وتحير من شدة شخوصه للموت أو للبعث. فإذا برق البصر، هذا جزء مما سوف يحدث لهذا الإنسان عموما قرب يوم القيامة أو في يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر، يعني ذهب ضوءه كله ولا يعود كما يعود إذا خسف في الدنيا. وجمع الشمس والقمر، يعني ذهب ضوءهما جميعا، فتجمع الشمس والقمر فلا يكون هناك تعاقب ليل أو نهار. وقد مرت بنا في سورة إيه؟ سورة التكوير: إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت. فكل هذه إيه؟ مرت بنا أكثر من مرة، بعض مشاهد يوم القيامة: إذا السماء انشقت، فتحت السماء فكانت أبوابا، فمرت علينا بعض المشاهد يوم القيامة. وأذكر الله تبارك وتعالى أيضا طرفا منها هنا: فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، في هذه الحالة تكور الشمس ثم تجمع ويذهب ضوءها، فلا يكون ليل أو نهار. في هذا الوقت وفي هذا الحال يقول الإنسان يومئذ: أين المفر؟ مقصود بيومئذ اللي هو يوم إيه؟ يوم القيامة. يقول الإنسان يومئذ: أين المفر؟ يعني أين المفر من الله سبحانه ومن حسابه وعذابه؟ ألم تكن تكذب قبل ذلك؟ مش أنت كنت بتكذب بهذا اليوم وتستبعده؟ فهذا الإنسان يلجأ ويقول: أين المفر؟ يعني من الله، وأين المفر من حساب الله، وأين المفر من عذاب الله سبحانه وتعالى. يقول الإنسان يومئذ: أين المفر؟ كلا لا وزر، أي كلا لا وزر، يعني لا حصن ولا ملجأ من الله سبحانه وتعالى يعصمكم يومئذ. يعني لا، فهو كلمة كلا هنا، كلمة كلا بتكون كلمة إيه؟ كلمة زجر وردع. كلمة كلا تأتي في القرآن بمعنى الزجر والردع. كلا لا وزر، يعني لا يستطيع أحد أن يتحصن ولا أن يختبئ ولا أن يبتعد عن عذاب الله سبحانه وتعالى، ولا أن يلجأ إلى غير الله عز وجل. كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. والمستقر هو المرجع والمنتهى والمصير. إلى ربك يومئذ المستقر، يعني إليه المرجع سبحانه وتعالى. ثم يقول الله تبارك وتعالى: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. هذا الإنسان ينبأ ويخبر وتنكشف الحقائق في هذا اليوم العظيم. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. بما قدم، يعني بما قدمه في الدنيا، وبما أخر، يعني ما أخره في، يعني ما أخر له في يوم القيامة. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، يعني مقصود في حياته الدنيا وما سوف يحدث له يوم القيامة. بل الإنسان على نفسه بصيرة، بصيرة أن يعرف حقيقة ما هو عليه من إيمان أو كفر وطاعة ومعصية واستقامة واعوجاج. وقيل المعنى: بل جوارح الإنسان عليه شاهدة. بل الإنسان على نفسه بصيرة، يعني كل إنسان يعلم إيه؟ ما في نفسه، كل واحد أعلم بنفسه من غيره، فهو يعلم ما في نفسه. والقول الثاني أنه على نفسه بصيرة، يعني يوم القيامة حينما يخلى بين الإنسان وبين جوارحه، ف
فتنطق أعضاؤه عليه. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يأتي يوم القيامة يكذب هذا الإنسان الكافر، يكذب على الله سبحانه وتعالى، يحلف كما ورد في سورة المجادلة ستأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى، ويحسبون أنهم على شيء، يحلفون ويكذبون على الله عز وجل، فيخلى فيختم على فم هذا الإنسان، ثم تنطق أعضاؤه وجوارحه، تنطق اليدين، تنطق الرجلين، تنطق العين، تنطق الأذن، وتنطق جوارحه حتى الجلود أنفسها تنطق. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، الذي أنطق كل شيء سبحانه وتعالى، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون. وكأنهم يستنكرون، فالله سبحانه وتعالى هو الذي ينطق هذه الجوارح. فيخلى بعد ذلك، يخلى بين الإنسان، يعني بين كلامه وبين جوارحه، فيقول سحقا لكن وبعد فعن كن كنت أناضل، يعني كنت بدافع علشان حتى لا تعذبوا، لا تعذب اليد والأرجل وجسم الإنسان فيلقى به في النار والعياذ بالله. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، يعني ولو اعتذر وجادل عن نفسه لم ينفعه ذلك، فعليه من يكذب عذره، يعني حتى لو اعتذر كما ورد، يعني كما قلنا في سورة المجادلة أنه يكذب ويحلف فيعتذر ويقدم المعاذير، ولكن لا ينفعه ذلك، لأن الرجلين ستقول أنا لكذا مشيت، واليدين ستقول أنا فعلت، والعين ستقول أنا أبصرت، وهكذا تنطق عليه جوارحه. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. ثم يتحول الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول الله تبارك وتعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به. فيقول الشيخ الأشكر رحمه الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا بيذكر سبب نزول هذه الآية، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرك شفتيه ولسانه بالقرآن إذا نزل عليه قبل فراغ جبريل عليه السلام من قراءة الوحي، حرصا على أن يحفظه النبي صلى الله عليه وسلم. فنزلت هذه الآية لا تحرك بالقرآن لسانك عند إلقاء الوحي لتأخذه على عجل مخافة أن يتفلت منك صلى الله عليه وسلم. كان سيدنا جبريل عليه السلام لما كان يعني يأتي بالوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، وإحنا طبعا عارفين أن القرآن نزل إيه؟ نزل منجما، يعني إيه؟ يعني مفرقا على مدار 23 عام، اللي هي زمن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل إليه ابن 40 عليه الصلاة والسلام، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وعنده 63 سنة، 23 سنة ديت إيه؟ سنوات البعثة. فنزل القرآن في خلال إيه؟ في خلال 23 سنة خلال بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، نزل منجما، وحتى الكفار نفسهم قالوا يعني لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، طب ما القرآن كان نزل كده إيه كتاب واحد وخلاص، هم أصلا يريدون أن يجادلوا. فرد الله تبارك وتعالى عليهم كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. الشاهد أنه كان حينما ينزل جبريل عليه السلام بالقرآن، فكان يأتي ببعض الآيات، فالنبي عليه الصلاة والسلام من شدة حرصه كان يعني أول ما جبريل يقول إيه يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصبروا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا، فكأنه يريد أن يعني يستعجل لكي يأخذ حتى لا ينسى حرفا واحدا بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. فمن حرصه عليه الصلاة والسلام فخفف الله تبارك وتعالى عليه، فنزلت هذه الآية لا تحرك به لسانك لتعجل به. فالخطاب طبعا لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في حديث رواه الشيخان يعني مين؟ يعني البخاري ومسلم. البخاري طبعا نقول البخاري الأول علشان البخاري أعلم وأحفظ وأسبق في التاريخ، وهو أصح من مسلم كما هو الرأي الراجح من أقوال العلماء. فروى الشيخان البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، فكان يحرك شفتيه يريد أن يحفظه مخافة أن يتفلت منه شيء أو من شدة رغبته في حفظه. يعني هو شغوف صلى الله عليه وسلم بإيه؟ أن يأتي هذا القرآن، فيريد أن يحفظه بسرعة،
فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآيات لا تحرك به لسانك لتعجل به. في رواية الحديث يقول إيه؟ قال ابن عباس: فأنا أحركها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركها، يعني بيحرك شفايفه. فقال سعيد بن جبير، سعيد بن جبير اللي هو مين؟ تابعي اللي هو راوي عن ابن عباس، قال: فأنا أحركها كما رأيت ابن عباس يحركها. العلماء المصطلح الحديث يقولوا إن هذا الحديث سمى حديثا مسلسلا. يعني مسلسل؟ يعني أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ثم يفعله الصحابي ثم يفعله التابعي وهكذا يفعله الرواة. يعني سمى مثلا فعل شيئا ثم ضحك، أو قال شيئا ثم ضحك، فالصحابي يقول هذا الحديث ثم يضحك، التابعي اللي هو بعد الصحابي يقول أيضا ثم يضحك. كل هذا يسمى إيه؟ حديثا مسلسلا. مسلسل يعني توافق الرواة فيه على فعل فعله إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا نزلت هذه الآية: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. فتكفل الله سبحانه وتعالى بجمع القرآن وحفظ القرآن سبحانه وتعالى. إن علينا جمعه وقرآنه، يعني في صدرك حتى لا يذهب عليك منه شيء. وقرآنه يعني إثبات قراءته في لسانك على الوجه القويم، فتثبت هذه القراءة ويحفظ النبي صلى الله عليه وسلم بدون إيه؟ بدون يعني مجهود منه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، يعني إذا أتممنا قراءته عليك بلسان جبريل عليه السلام فاتبع قرآنه، يعني فاستمع له وأنصت إلى قراءته. ثم إن علينا بيانه، يعني تفسير ما فيه من الحلال والحرام وبيان ما أشكل منه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل أنصت، فإذا ذهب عنه قرأ كما وعده الله سبحانه وتعالى. شوف يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك حين امتثل الأمر الله عز وجل خفف الله عز وجل، جبريل يقرأ خلاص يحفظ النبي صلى الله عليه وسلم فيقرأ القرآن كما كان جبريل يقرأ. وطبعا هنا أخوانا أنا أشير يعني أنا مسألة مهمة طبعا قبل أن أشير إليها، هنا يعني تعهد الله سبحانه وتعالى بإيه؟ بحفظ القرآن. وهنا أيضا فإذا هو هذا هو الفرق بين القرآن والكتب المنزلة الأخرى. الكتب المنزلة الأخرى استحفظ الله تبارك وتعالى بها الربانيين والأحبار كما قال الله عز وجل: بما استحفظوا من كتاب الله. فلم يحفظوا ربانيون الأحبار، لم يحفظوا التوراة ولا الإنجيل. أما القرآن فتعهد الله تبارك وتعالى بحفظه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون سبحانه وتعالى. والمسألة التي يعني أحب أن أشير إليها مسألة طبعا التلقي. إن نشوف يعني سيدنا جبريل عليه السلام كان يقرأ القرآن فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتلقاه منه، وهكذا القرآن وصل إلينا إلى يومنا هذا بالتلقي. فينبغي على طالب العلم أن يحرص على أن يأخذ القرآن أيضا بالتلقي، لا يأخذ القرآن من المصحف فقط، لابد أن يكون له شيخ يقرأ عليه يخطئ ويصحح له. فلذلك يعني حتى قيل إيه: لا تأخذ العلم من صحفي ولا القرآن من مصحفي. لا تأخذ العلم من صحفي، يعني صحفي صحفي مش وص اللي هو بتاع الصحف، بتاع الصحافة في اللغة العربية يسموه إيه؟ صحافي. الصحف اللي احنا نقول عليه صحفي في اللغة العربية الفصحى يسمى إيه؟ صحافي. لكن الصحفي هو الذي يأخذ علمه من الصحف فقط، من كان شيخه. ولذلك ورد عن بعض السلف يقول إيه؟ من كان شيخه الكتاب ضل. إلا يأخذ شيخ الكتاب سوف يضل، لأنه سوف تمر عليه أشياء يخطئ فيها ولا يستطيع. هضرب لكم مثال واحد بس. كان واحد مرة اعتقد أن الحلاقة يوم الجمعة حرام، أنه يحلق رأسه يوم الجمعة حرام. قرأ حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح، قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلق يوم الجمعة. وفضل صاحبنا يعني عدة سنوات يعني لا يحلق يوم الجمعة، والحديث صحيح بس نطقه كده غير صحيح. النطق صحيح إيه؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلق يوم الجمعة. إيه اللي تغير؟ التشكيل بس، الحلق الحاء مفتوحة واللام ساكنة، أما الحلق الحاء ساكنة واللام مفتوحة. وطبعا المعنى متغير تمام. الحلق اللي هي إيه؟ اللي هي الحلق اللي هي التجمعات يعني قبل صلاة الجمعة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنه تحدث حلق في المسجد، حلقات يعني جمع حلقة في المسجد قبل صلاة الجمعة حتى يتفرغ الناس لإيه؟ لخطبة الجمعة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلق، ما نعملش حلق كده إيه؟ قبل الصلاة، قبل صلاة الجمعة تمام؟
فصاحبنا لأنه أخذ الكتاب أخذ الحديث من بطون الكتب ولم يقرأ على شيخ ولم يصحح، فقال نهى صلى الله عليه وسلم عن إيه؟ عن الحلق، وفهم خطأ وبنى طبعا يعني بعد الفهم الخطأ سوف يبنى عليه عمل إيه؟ عمل خطأ. المهم فمسألة التلقي هذه مسألة مهمة، ما يجيش واحد يقول لك أنا بس أخذ العلم إن أنا أقرأ في الكتب وأتبحر وتعلم، لا، لابد أن يكون لك شيخ تقرأ عليه وتأخذ منه، وحتى هذا الشيخ سوف يوفر لك الوقت ويوفر لك الجهد ويعينك على حسن الفهم. كل هذه فوائد التلقي. طيب نرجع تاني للسورة، يقول الله تبارك وتعالى بعدما يعني ذهب الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، يعود الله عز وجل أو يعود القرآن للحديث عن أيضا بعض مظاهر يوم القيامة، فيقول الله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناضرة، يعني ناعمة غضة حسنة إلى ربها ناظرة، يعني تنظر إليه سبحانه وتعالى. وقد تواترت الأحاديث الصحيحة من أن الصالحين ينظرون إلى ربهم يوم القيامة كما ينظرون إلى القمر ليلة البدر. طيب وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ففي هذه الآية فيها إثبات عقيدة مهمة للمؤمنين، وهي مسألة إيه؟ إثبات رؤية المؤمنين لله عز وجل، وهذا من الاعتقاد. وهذه المسألة طبعا حصل فيها خلاف كبير من الفرق المبتدعة، فالمعتزلة أنكروا الرؤية، والأشاعرة قالوا أنه يرى ولكن لا إلى جهة، يعني كأنهم يعني توسطوا بين مذهب أهل السنة والمعتزل. وأهل السنة يقولون أن الله عز وجل سوف يراه المؤمنون يوم القيامة، سوف يرى يوم القيامة، وقد جاءت الآيات والأحاديث لتدل على ذلك. وأعظم الأدلة طبعا هذه الآية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. المبتدع قالوا إيه؟ قالوا أن كلمة ناظرة هنا بمعنى منتظرة، بمعنى إيه؟ منتظر، انتظرون قدوم الله سبحانه وتعالى، وهذا كلام خطأ لغة ومعنى، لأنه لا يعد فعل نظر بإلى إلا أن يدل على الرؤية. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، يعني ينظر نظر إيه؟ رؤية. أما كلمة ناظرة بمعنى منتظرة فلا تتعدى بإلى، يعني لو هي قول إيه؟ ما ينفعش نحن نقول هنا الآية بتقول وجوه إلى ربها وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، لو كانت بالمعنى اللي هم قالوا عليه كانت تبقى إيه؟ لربها ناظرة، يعني لربها منتظرة. أما إذا تعدى هذا الفعل بإلى فلا يدل إلا على إيه؟ الرؤية البصرية، ينظر إلى، ما ينفعش ينظر إلى بمعنى ينتظر، تمام؟ وأيضا ثبت في الحديث الصحيحة كما جاء في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنكم سترون ربكم عيانا أو عيانا، إنكم إيه؟ طيب في حاجة أوضح من كده؟ سترون ربكم. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا صريحا، الصحابة سألوه هل نرى ربنا يوم القيامة يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية القمر ليس دونه سحاب، يعني هل تجدون مضرة في رؤية القمر؟ لو الدنيا كده مفيش سحاب، انت في مضرة او مشكلة انت ترى القمر؟ فقالوا لا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم فإنكم ترون ربكم كذلك سبحانه وتعالى، فإنكم ترون ربكم، يبقى فيش ايه؟ ليس هناك أصرح من هذه الأدلة. وجاء أيضا في القرآن قول الله سبحانه وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى اللي هي ايه؟ اللي هي الجنة. طب والزيادة؟ فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا يعني أفضل ما يفسر به القرآن القرآن ثم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام فسر هذه الزيادة كما في صحيح مسلم قال أتدرون ما الزيادة؟ إنها النظر إلى وجه الله تعالى، إنها النظر إلى وجه الله تعالى. يبقى كل هذه تدل على إيه؟ على رؤية المؤمنين، ورؤية المؤمنين ربهم سبحانه وتعالى هي أعظم نعيم أهل الجنة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمتعنا بالنظر إلى وجه الكريم سبحانه وتعالى. حصلت كده مناظرة بين واحد يعني سني وواحد مبتدع،
على مسألة إيه؟ إثبات رؤية الله عز وجل للمؤمنين يوم القيامة. فالمبتدع بيقول إيه؟ لا، المؤمنون لا يرون الله سبحانه وتعالى. والسنة طبعا مصمم على المذهب الذي تدل عليه الأدلة الصحيحة. فقال المعتزلي: لم نرى ربنا يوم القيامة، لا نرى ربنا يوم القيامة. وطالت الإيرادات وطال الجدل بينهما، خلاص كده يعني كل واحد إيه؟ صمم على اللي في دماغه. فقال له السني: نأتي إلى كلمة سواء. أنا أقول لك كلمة بقى تفصل بينه وبينك، فيما بيننا نحن نرى ربنا وأنتم لا ترون ربكم، ونحل الإشكال على هذا. خلاص إحنا نشوف يا عم ربنا وإنتم مش هتشوفوا، خلاص تشوف بقى يعني حاجة تانية. فلا شك أن رؤية الله سبحانه وتعالى هذه من أعظم نعيم أهل الجنة. حتى أهل الجنة حينما يتنعمون فيطلع الله سبحانه وتعالى عليهم، فحينما يطلع الله سبحانه وتعالى على أهل الجنة ينسون ما كانوا فيه من النعيم. ينسوا النعيم إيه؟ وينسوا بقى الأكل والشرب والحور، وينسوا كل شيء، ويتمتعون بالنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وأن يمن علينا بالنظر إلى وجهه الكريم. تفضل. واحنا ما قلناش ديت الشيخ ما قلناش. طيب كلا بل تحبون العاجلة. طيب عدت علينا الآيتين دول. كلا بل تحبون العاجلة، طبعا العاجلة اللي هي مقصود بها ايه؟ مقصود بها الدنيا، وسميت العاجلة لأنها بالنسبة للآخرة تطور عاجلة. وحتى ان يقسم المجرمون ما لبسوا غير ساعة، يعني هيقولوا نحن في حياتهم الدنيا دي 50 60 70 100 سنة اللي هم مكثوا فيها في الدنيا، يظنون أنها هي طبعا ساعة بالنسبة، وأقل كمان من ساعة بالنسبة للآخرة. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، يعني تتركون الآخرة اللي هي التي تنتفعون بها، تتركون العمل للآخرة وتتركون الإيمان بالآخرة. الآخرة اللي مقصود بها يوم القيامة، وهي التي ينبغي الحرص عليها، وكما ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة العنكبوت: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. كلمة الحيوان يعني إيه؟ يعني الحياة الحقيقية. هذه الحياة الحقيقية، هذه هي الحياة الحقيقية، وليست الحياة الدنيا إلا متاع. سماها الله سبحانه وتعالى متاع، سماها الله متاع الغرور، سماها هنا العاجلة لأنها إيه؟ وكلمة الدنيا حتى سميت الدنيا، دنيا يعني إيه؟ دنيا من الدون، سفلة. وذلك حتى بعض الناس اللي بيسمي بنته يعني مبسوط قوي بيسمي بنته ايه؟ دنيا. هو اسم كده ايه؟ ايقاع موسيقي حلو شويه بالنسبه له يعني، فيقول لك اسميها ايه؟ ابو دنيا. وهي ابو دنيا يعني ابو ايه؟ ابو سفله، هو مش واخد باله من المعنى. طيب كلا بل تحبون العاجله وتذرون الاخره وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره. ايضا لو انتم فاكرين احنا كنا قلنا ان في سوره المطففين: كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. الإمام الشافعي رحمه الله استدل بهذه الآية على إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. من أين نأتي هنا الإثبات الرؤية؟ يبقى طالما أنهم محجوبون يبقى فيه فريق آخر سوف ينظر، وإلا لو كان كل الناس محجوبة يبقى ما الفائدة من ذكر حجب هؤلاء؟ تمام. وأيضا هنا برضو فيها رد على جماعة اللي يقولوا وجوه إلى ربها ناظرة يعني منتظرة. طب ما كل الناس هتنتظر، فما الفائدة من تخصيص المؤمنين بأنهم ينتظرون؟ كل الناس منتظرة، كل الناس كل البشر ينتظرون فصل القضاء، ينتظرون فصل القضاء يوم القيامة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. وطبعا احنا قلنا أن هذا من أحد أي معاني أن القرآن مثاني. يعني القرآن مثاني، يأتي بالشيء ومقابله. فكما ذكر الوجوه الناظرة وجوه المؤمنين، ذكر الوجوه الخاسرة ووجوه يومئذ باسرة. يقول الشيخ يعني كالحة عابسة كئيبة تظن أن يفعل بها فاقرة، والفاقرة هي الداهية العظيمة كأنها كسرت فقار الظهر. تظن أن يفعل بها فاقرة يعني شيء عظيم. وهذه وجوه الكفار والمكذبين والمعاندين والعياذ بالله. ثم يقول الله تبارك وتعالى: كلا إذا بلغت التراقي، يعني إذا بلغت النفس أو الروح التراقي. فهنا في محذوف بعد كلمة كلا، يعني في محذوف تقديره إيه؟ الروح، يدل عليه سياق الآيات كما جاء في سورة الواقعة: كلا إذا بلغت الحلقوم. مين اللي بلغت الحلقوم؟ الروح، يعني روح الإنسان إذا بلغت الحلقوم. فهنا أيضا
كلا إذا بلغت التراقي، يعني إذا بلغت النفس أو الروح التراقي. والترقوة هي عظم بين ثغرة النحر والعاتق، اللي هي بين ثغرة النحر اللي هي في 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 منتصف النحر يعني، والعاتق اللي هو الكتف الإنسان يعني. فهو هذا العظم الذي بينهما يسمى ترقوة. ويكنى ببلوغ النفس التراقي عن الإشفاء على الموت. لما أقول بلغت التراقي معناها أنه إيه؟ اقترب هذا الإنسان من الموت، يعني كلا إذا بلغ هذا الإنسان الموت. وقيل من راق، يعني قال من حضر صاحبها من يرقيه ويشفى برقيته، التمس له الأطباء فلم يغنوا عنه من قضاء الله شيئا. وقيل من راق، هذا قول في مسألة كلمة إيه، وقيل من راق، يعني الذين يحضرون هذا الميت يقولون من راق، هل هناك راق يعني يرقي هذا الميت؟ وقيل إن هذا الضمير الاستفهام هو استفهام استبعاد وإنكار، يعني أولا قيل إنه استفهام للسؤال، هل وقيل من راق، يعني من الذي يستطيع أن يرقي، فكان يعني بيدوروا مين اللي يرقيه، طبيب. وقيل استفهام استبعاد، يعني قد بلغ هذا المريض مبلغا لا أحد يستطيع أن يرقيه، يعني خلاص انتهى الأمر. وقيل أيضا إن هذا الكلام من كلام الملائكة، يعني أيكم يرقى بروحه، أملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب، ولكن القول الأول هو الصحيح. وقيل من راق، يعني الناس حوله يسألون أي أحد يستطيع أن يرقي وأن ينفع هذا الميت. وكلمة من راق هنا في قراءة حفص فيه حاجة اسمها إيه، سكت على النون اللي هو بيمد المد المنفصل فيقرأه إيه، وقيل من راق هكذا. وهناك يعني وجه آخر اللي هو بيمد الذي لا يمد المتصل يقول وقيل من راق، تمام. طيب وقيل من راق، وهنا أيضا في مسألة مهمة، مسألة الرقية. خلاصة مسألة الرقية أخوانا من أجل الوقت، يعني أن الرقية خلاصتها أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقية وأمر بالرقية. الرسول صلى الله عليه وسلم رقى الحسن والحسين، أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهمة من كل عين لام. ورقية كانت عائشة رضي الله عنها ترقي النبي صلى الله عليه وسلم بالمعوذات، وكان جبريل عليه السلام بسم الله يرقي النبي عليه الصلاة والسلام بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرقية وقال من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا، تمام. ولكن يكره طلب الرقية، يكره من الإنسان أن يطلب الرقية، يعني الواحد يكره أنه يقول إيه ارقيني، لكن إن رقاه أحد فلا بأس، وإن رقى هو أحدا فلا بأس، من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. لكن هو ما يطلبش الرقية حتى يكون تام التوكل. الدليل على كده إيه، حديث 70,000 الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم. فلما قيل من هم يا رسول الله، فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فأول صفة إيه، لا إيه، كلمة لا يسترقون السين والتاء هنا بمعنى الطلب، يعني لا يطلبون الرقية، واضح أخوانا؟ يعني إيه، يعني لا يطلبون الرقية. في رواية كده شاذة فيها كلمة إيه، لا يرقون ولا يسترقون، لكنها رواية شاذة غير صحيحة. الصحيحة هي لا يسترقون، يعني لا يطلبون الرقية، لا يطلبون. طب لو حد رقاهم يقبلوا ذلك، هم لما يجدوا أحد يعني مريض ولا كده هم يرقوه، يبقى لا يسترقون، يعني إن الرسول صلى رقية ولكنه لم يطلب الرقية. عائشة كانت ترقيه وجبريل عليه السلام كان يرقيه، ولكنه إيه، لم يكن يطلب الرقية. يعني فطلب الرقية مكروه، ويجعل الإنسان يخرج من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عدل. دي خلاصة المسألة، خلاصة الكلام في الرقية، إن شاء الله تأتي معكم بالتفصيل في التوحيد في درس العقيدة. فهنا يقول الله تبارك وتعالى وقيل من راق، ثم يقول الله تبارك وتعالى وقيل من راق وظن أنه الفراق، يعني وأيقن، وهنا الظن في القرآن بمعنى اليقين، وأيقن الذي بلغت روحه التراقي أنها ساعة الفراق من الدنيا ومن الأهل والمال والولد.
والتفت الساق بالساق، يعني التفت ساقه بساقه عند نزول الموت به فماتت رجلاه، ويبست ساقاه ولم تحملاه وقد كان جوالا عليهما، يعني يسير عليهما. فالناس يجهزون جسده والملائكة يجهزون روحه. فكلمة التفت الساق بالساق، يعني هنا الشيخ ذكر أن إيه هذا القول من المفسرين على أنها على ظاهرها، يعني الميت لما بيموت إيه اللي بيحصل؟ تلتف ساقه بساقه الأخرى لأنها تجمع في الكفن. وبعض العلماء قالوا التفت الساق بالساق، يعني المقصود بها التفت الأهوال بالأهوال، فهو في هول خروج الروح منه وهول آخر واستقبال الملائكة السيء الذي يستقبل به الكافر. فالساق هنا إيه؟ العرب تستخدم كلمة ساق كناية عن شدة الهول واشتدت، يعني ساق الحرب، يعني اشتدت إيه؟ أهوال الحرب. والقول الأول طبعا هو لعله هو الأرجح اللي هو ذكره هنا المفسر، أن الآية على ظاهره. والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، يعني إلى خالقك سبحانه وتعالى تساق الأرواح بعد قبضها من الأجساد. فلا صدق ولا صلى، يعني لم يصدق بالرسالة، هذا المكذب لم يصدق بالرسالة ولا بالقرآن ولا صلى لربه سبحانه وتعالى، فلا آمن بقلبه ولا عمل ببدنه، فلا صدق ولا صلى. فهنا إيه البيان اللي هو فيها ذكر الـ 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 الأمرين اللي هو الاعتقاد الداخلي والعمل الخارجي اللي هو الإيمان والإسلام. الإيمان ده هو ما يعتقده الإنسان، والإسلام هو الأعمال الظاهرة. فهذا الكافر لم يصدر منه لا هذا ولا ذاك، فلا صدق ولا صلى، ولكن كذب وتولى، يعني كذب بالرسول صلى الله عليه وسلم وبما جاء به بعد وبما جاء به وتولى عن الطاعة والإيمان. ثم ذهب إلى أهله يتمطى، أي يتبختر ويختال في مشيته افتخارا بذلك، أو يتثاقل ويتساكل عن الداعي إلى الحق. فكلمة يتمطى أصلها يتمطط، ووصف المتبختر في مشيته بذلك لأنه يمط خطاه، يعني بيمط إيه؟ بيمط الخطاه كده، لأنه يعني بيفتخر وكأنه يعني إيه بالبلد كده يقول إيه أرض تهدي ما عليك أدي، فكأنه يعني يفتخر بنفسه ويعجب بنفسه ويتباهى بما هو عليه من كفر وضلال، يتباهى بالكفر والضلال والعياذ بالله. ثم ذهب إلى أهله يتمطى، فيأتيه الوعد أو الوعيد الشديد من الله سبحانه وتعالى، أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، يعني وليك الويل، أولى وليك الويل، يعني ويل لك. وأصله أولاك الله ما تكرهه، يتكرر عليك ذلك مرة بعد مرة. وكلمة ثم أولى لك فأولى هذا تأكيد للجملة الأولى، ويل لك ثم ويل لك، بسبب التكذيب والعناد. أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني هل يظن الإنسان أن يترك هملا لا يؤمر ولا ينهى ولا يحاسب ولا يعاقب؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ هذا الإنسان مكذب. طبعا احنا عندنا في فرق كبير بين اثنين، أحدهما يؤمن باليوم الآخر ويعلم أن هناك يوما آخرا سوف يحاسب فيه على كل كبيرة في كتاب الله، يغادر كبيرة ولا صغيرة إلا أحصاها، وسوف يحاسب على الصغير والكبير والعظيم والحقير، فسوف يعمل لهذا اليوم العظيم. أما الآخر المكذب المعاند فإنه يعني سوف يفعل ما يحلو له، ليس عنده ضابط وليس عنده ثقف وليس عنده أي مانع من أن يفعل الحرام وأن يأكل الحرام ويسفك الدماء ويحرق الناس ويفعل. هذا مكذب، مكذب باليوم، مكذب باليوم الآخر. أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني أن يترك مهملا، يعني لا يحاسب؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى، كأن هذا ربنا سبحانه وتعالى بيختم هذه السورة بالاستدلال على بعث الإنسان بالإيه؟ بالنشأة الأولى. ألم يكن نطفة من مني يمنى، يعني ألم يكن ذلك الإنسان قطرة من مني يراق في الرحم، المني اللي هو النطفة التي تنزل من الرجل في رحم المرأة، يمنى يعني يقطر في رحم المرأة ويراق. وحتى كلمة منى، منى اللي هي في من مشاعر الحج في مكة، لماذا سميت منى بهذا الاسم؟ قيل لكثرة ما يراق فيها من الدماء، يعني يمنى فيها من الدماء، يعني ايه تراق الدماء في منى. ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى، يعني كان هذا الإنسان علقة بعدما كان نطفة صار علقة في رحم أمه، ثم خلقه الله تبارك وتعالى فسواه،
والمراحل تكوين الإنسان ذكرها الله عز وجل في أكثر من سورة، منها في سورة المؤمنون لا بتقول إيه خلقناهم من نطفة في حد فاكر سورة المؤمنون؟ ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين إلى قدر لا ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه لا إحنا إيه الثاني كده ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه لا 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 سورة المؤمنون ثم جعلناه نطفة في قرار مكين لا لا مش سورة المؤمنون دي لا طبعا انا افتكر بس الايات من الاول تاني اولئك على صلواتهم محافظون اولئك هم المرثون الذين ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين ثم جعلناه في قرار مكين ثم خلقنا النطفه علقه ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين ثم جعلناه نطفه في قرار مكين ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين سبحانه وتعالى. فذكر الله تبارك وتعالى مراحل خلق الإنسان بهذا الترتيب وهذا التنسيق البديع الذي أعجب وأذهل أهل عصرنا من الأطباء وأصحاب الإعجاز يعني اللي بيتكلموا عن الإعجاز العلمي ويعني الناس اللي اكتشفت الميكروسكوب وهذه الأمور في هذا التوقيت ولكنهم طبعا ما كانش الكلام ده موجود على هذا النبي صلى الله عليه وسلم فدل ذلك عن الله سبحانه وتعالى الذي خلق هذه خلق هذا الإنسان هو الذي يعلم مراحل تكوينه سبحانه وتعالى. ثم قال الله تبارك وتعالى لم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى يعني جعل الله تبارك وتعالى من هذا الإنسان الزوجين الذكر والأنثى فخلق الله تبارك وتعالى آدم عليه السلام وخلق من آدم حواء ثم بعد ذلك كان الذكر والأنثى. ثم يختم الله تبارك وتعالى هذه السورة بقوله تبارك وتعالى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى فالله سبحانه وتعالى يستدل بالمعث بالنشأة الأولى الذي خلق الإنسان من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة ثم كساه ثم من عظام ثم كساه لحما بدأ خلق الإنسان بهذلك فيقول الله تبارك أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى يعني أليس ذلك الذي أنشأ هذا الخلق البديع وقدر عليه بقادر على أن يحيي الموتى يعني يعيد الأجسام بالبعث كما كانت عليه في الدنيا فإن الإعادة أهون من الابتداء الإعادة أهون من الابتداء وهكذا قال الله سبحانه وتعالى وهو أهون عليه سبحانه وتعالى. إذن فهذه السورة يعني فيها إثبات البعث والنشور والكلام عن يوم القيامة وبعض يعني الأحداث فيه وهي سورة عظيمة وهنا طبعا الآية احنا مررت علينا قبل كده أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى قلنا أن فيه حديث أن بعض الآيات يكون فيها رد زي ما في سورة سورة التين وليس الله بأحكم الحاكمين فبعد نسأل إيه بلى لم يصح إلا في سورة القيامة لم يصح الأثر إلا في سورة القيامة أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى فيقول العبد إيه سبحانك فبلى وطبعا الكلام يكون خارج الصلاة ليس داخل الصلاة بعض الناس كده الإمام يقرأ يروح كده داخل الصلاة إيه بلى وأنا على ذلك من الشاهدين فطبعا الكلام ده خطأ لا يقال داخل الصلاة إنما يقال خارج الصلاة. طيب هذا آخر سورة القيامة نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.